أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم النائب خالد الشطي. حياك الله ويانا أبو علي في برنامج نبض اللجان. الله يحييك. الله يحييك أبو علي. يعني أنت عضو في اللجنة التشريعية والقانونية، عضو في لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، عضو لجنة الظواهر السلبية، عضو لجنة المرأة والأسرة، عضو في لجنة التحقيق بالحاويات. نقدر نسميك نبض اللجان؟ يعني إن شاء الله الله يقدرنا على هذه المسؤولية. هي صحيح بأن الموضوع في مشقة كبيرة، وأن الجهد اللي قاعد يبذل جهد كبير، الساعات في اللجان ساعات ممتدة وطويلة، أحيانا يعني لجنة حماية المال العام نجلس إلى ما قبل الغروب. يعني قبل الغروب تقدر توفق ما بين هذه اللجان؟ يعني إن شاء الله قادرين أن يتم التوفيق، وقاعد نأدي الأداء المطلوب، ولكن على حساب الوقت والالتزامات الاجتماعية الأخرى. يعني الله يعطيكم العافية. نبي ندخل أول شيء في اللجنة التشريعية والقانونية، شنو أهم الأولويات والملفات التي نوقشت في هذه اللجنة؟ طبعا اللجنة التشريعية تتقدم لها كل الاقتراحات المقدمة لمجلس الأمة لنظر دستوريتها، لنظر دستورية هذه الاقتراحات بقوانين، فتكون مزدحمة. يعني فدائما تكون مزدحمة. احنا نناقش فقط مدى دستورية هذا الاقتراح من عدمه، بغض النظر عن المضمون. المضمون إذا كان في عندنا اقتراح أصيل للجنة، مختص باللجنة، مثلا قانون الأحداث. قانون الأحداث من القوانين المختصة فيها اللجنة التشريعية اختصاص أصيل، ولله الحمد توفقنا فيه ومشى. فاللجنة تنظر دستوريته وكذلك تنظر المضمون، تنظر الأمرين، وما يحال إلى لجنة أخرى. ما يحال إلى لجنة أخرى. عندنا مثلا التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية والمحاكمات الجزائية، موضوع الحبس الاحتياطي، فترة الحجز. تقدمت أيضا عدة اقتراحات إلى اللجنة في شأن تعديل قوانين الجنسية. لذلك يعني النقاش فيها يطول، الأمور متعددة، الاقتراحات متعددة، رغبات النواب في الاقتراحات متعددة وأحيانا تكون متضاربة. هذه طبيعة العمل الديمقراطي والعمل التشريعي. نعم. ولكن الأمور يعني تمشي بسلاسة في اللجنة التشريعية. نعم. كم عدد القوانين التي نوقشت بهذه اللجنة وسيتم إدراجها والتصويت عليها في الجلسة القادمة؟ هناك عدة تعديلات على قانون الجنسية. قانون الجنسية؟ اي نعم، على قانون الجنسية عدة تعديلات، اعتقد يمكن 4 أو 5 اقتراحات. المراد منها والهدف منها هو تعديل قانون الجنسية في الكويت الصادر عام 1959. خلصتوا منه انتم التعديلات هذه؟ خلصتوا منها اللجنة؟ تم الانتهاء منها، ارسلت الى لجنة الداخلية والدفاع، ومن بعد ذلك لجنة الداخلية والدفاع هي التي سترسلها الى مجلس الأمة. هناك ايضا مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن المحكمة الإدارية، الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية. ايضا من المتوقع في المسائل الخاصة بالجنسية ودور العبادة أن تعرض على جلسة مجلس الأمة القادمة. نعم. وبالنسبة للجنة حماية الأموال العامة، أنت عضو أيضا بهذه اللجنة، شنو الدور الأساسي أو دور هذه اللجنة؟ دور هذه اللجنة في مجلس الأمة دور جدا مهم ورئيسي ومفصلي. هذه اللجنة تكشف عن أمور تختص في الأموال العامة وحمايتها. هناك الكثير من الشكاوى في هذا الشأن، في مسألة المال العام في الكويت ومسألة الفساد المالي وما إلى هنالك. شكاوى مقدمة لكم؟ تكون مقدمة من الأعضاء، مقدمة تكون محالة لنا من لجنة الميزانيات، أمور تتعلق في ديوان المحاسبة ورقابته على مسألة الصرف الحكومي، مساهمة الجهات الحكومية في بعض الصناديق الأخرى في القطاع الخاص. هذه اللجنة جدا مهمة،
ولله الحمد حققنا في أكثر من موضوع، أحلنا أكثر من ملف إلى مجلس الأمة بتوصية إحالة بعض الشركات إلى النيابة العامة. الإحالة للنيابة تعتبر يعني نهاية لدور اللجنة؟ الإحالة للنيابة العامة طبعا يجب أن يصوت عليها المجلس، نعم، وبعد ذلك تكون أكو توصية بإحالة ملف هذا الموضوع إلى النيابة العامة إذا صوت المجلس. إذا صوت المجلس طبعا الصياغة للشكوى والصياغة للتقرير جدا مهمة، المستندات اللي في التقرير، لأن أحيانا تروح بعض الشكاوى إلى النيابة العامة، قد يكون أي مواطن من حقه بأن يذهب ويشتكي في شأن المال العام. نعم. المشكلة اللي تواجه بعض القضايا يقول لك بأن والله النيابة حفظت هذه القضية، حفظت لأن المستندات غير مكتملة، حفظت لأن الشهود لم تكن أقوالهم أقوال متواترة ومتساندة. أما لجنة حماية المال العام، الدور اللي قاعد نقوم فيه في هذه الفترة، ومن خلال هذا المنبر أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة أعضاء لجنة حماية المال العام، وأيضا إلى المستشارين والمكتب الفني لهذه اللجنة، لأن فعلا يعني هناك ساعات متواصلة للاجتماع في شأن هذه اللجنة والبحث في ملفات مهمة حتى نصل إلى الحقيقة ونصل إلى مقدار المبالغ اللي يتم السؤال أو الاستفسار عنها. هذا الموضوع جدا مهم، جدا حساس، لا أريد أن أسترسل فيه أكثر. نعم. لحماية سرية التحقيق في هذه الأمور ولمصلحة المال العام. يعني في سرية بهذه اللجنة؟ بدون أدنى شك. ما نقدر نطلع عليها؟ يعني من باب أيضا إحنا ما نبي نكون أيضا نحقق في موضوع ونحكم فيه، في النهاية الحكم للجهات القضائية. ناقشته باللجنة عدة مواضيع، منها الزراعة وبيع شركة السيارات وبيع نسبة 50% من بعض الشركات الحكومية والأموال المستثمرة. شنو تم بهذا الخصوص؟ أحيلت إلى المجلس بتوصية الإحالة للنيابة العامة مدعمة بمزيد من الأدلة والمستندات؟ بدون شك فيه، ولكن أنت ما تقدر الآن تجزم في أي شيء سواء ضد هذه الجهات أو غيرها من الجهات اللي راح ننظرها في المستقبل، لأن الحكم في النهاية يكون في البداية إلى المجلس أساساً في قبول هذه التوصية من اللجنة، وفي النهاية الجهات القضائية المختصة. ومتى يتم التصويت على هذه التوصيات باعتقادك؟ بانتهاء التقرير أعتقد الأمور جاهزة، يعني على أنتوا أحلتوه لمجلس الأمة؟ كلجنة. أحيلت بعض الملفات، وبعض الملفات إلى الآن في طور التحقيق. نعم. برأيك، يعني أنت كذلك عضو في لجنة الظواهر السلبية، برأيك ما هي أهم المواضيع التي تحتاج أن تناقش في لجنة الظواهر السلبية، وما هي أبرز أولويات عملكم بهذه اللجنة؟ يعني إحنا في هذه الفترة اليوم مثلا كنا نناقش آفة المخدرات على المجتمع الكويتي. قبل يومين أو 3 أيام كانت بعض الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تقريبا، اليوم تم الجلوس أيضا مع عدة جهات حكومية أخرى، الإعلام، الأوقاف، التربية، الصحة، يعني كثير من الجهات الحكومية اللي اليوم تم الجلوس معاها في شأن مناقشة هذه الآفة. أمانة الجهات الحكومية عندنا قائمة بدورها، يعني إحنا يجب أن لا نحمل أيضا الجهات الحكومية كل مسألة الأخطاء في آفة المخدرات. أعتقد بأن هذه مشكلة عالمية، أزمة دولية أساسا،
موضوع المخدرات والاتجار فيها وكيفية مكافحتها، يجب أن تتضافر الجهود، يجب أن يكون تنسيق في هذه الجهود. أنتوا بلجنة الظواهر أبو علي قادرين تحلوا مشكلة آفة المخدرات وتفشيها؟ أنا أعتقد بأن هذا دور وزارة الداخلية، وزارة لكم مساهمة فيه؟ أنا أساسا حتى أكون صريح معاكم في هذا اللقاء، دخولي في لجنة الظواهر السلبية، أنت ما كنت مصوت وياها أول شيء؟ لا، أنا ضدها. يعني أنا ما أشوف أن لها داعي، مو مسألة أني ضدها، ولكن ما أشوف أن لها داعي أساسا. ما لها أهمية يعني؟ ما لها أهمية. ليش نزلت؟ نزولي ودخولي في لجنة الظواهر السلبية لأني أعرف بأن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو الحد من الحريات الدستورية والحد من الحريات العامة في المجتمع. وشفت الكويتي. الشيء هذا باللجنة الآن؟ أتلمس بعض الأشياء، أتلمس غير التلمس، هناك الأمور. شيء واقعي موجود؟ إذا كان في شيء واقعي راح تشوفني مباشرة أطلع يعني وأصرح ما في شيء للإعلام فيها. ما أقدر أقول لك إنه ما في، ولكن الأيام القادمة قد تخبئ مما يتم يعني تفعيل دور قمع الحريات في بعض الأشياء. طبعا بدون شك احنا أقسمنا على حماية الدستور وأقسمنا على الدستور وعلى احترام القانون. راح نكمل حوارنا لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم النائب خالد الشطي. أبو علي، وصف العديد من النواب برنامج عمل الحكومة بالإنشائي، وكان كذلك ردكم على البرنامج مجرد أو تعليقات فقط، فهل هناك خطوات عملية لدفع الحكومة نحو إعداد برنامج آخر عملي فني بمدة زمنية محددة؟ أنا أمس كانت لي مداخلة في أثناء الجلسة. الكلمة في الجلسة السابقة أشرت إلى أمور أراها بأن في غاية الدقة، مثل وهي بأن أنت لا تستطيع أن تتكلم عن برنامج عمل حكومي دون النظر إلى تجارب الدول الحضارية والتنموية الأخرى. يعني إحنا يجب أن نستفيد من عجلة التاريخ، يجب أن نستفيد من عجلة الحضارة. عجلة التاريخ والحضارة؟ إيه نعم. شلون نستفيد؟ لأن هناك كتابات، هناك جهود لآخرين، أنت ما يصير تبدي من الصفر. هم بعدين من الصفر؟ إيه نعم، أنت يجب أن تبدأ من حيث انتهت الدول المتحضرة والمتقدمة، يجب أن تأخذ بآراء الفلاسفة والمؤرخين في هذا الشأن. وأشرت إلى برنامج عمل أنا عندي في كيفية يعني سقوط لا سمح الله مجتمعات أو نهضة مجتمعات أخرى من خلال برنامجها. أنت لا تستطيع اليوم أنت في عالم آخر. يعني برنامج الحكومة ما في نهضة؟ البرنامج الحكومي برنامج تقدر تقول عنه إنشائي. لا تستطيع أن تحقق تنمية في أي بلد من البلدان دون تأسيس دولة مدنية حقيقية، دون تفعيل مواد الدستور. لا حتى يكون لك مكان في التاريخ. احنا مو دولة مدنية حقيقية. ويجب ان نعجز، ويعني عندما نشاهد مقعد لنا في التاريخ يجب ان نؤسس الى دولة مدنية حتى يستمر هذا المقعد في العالم. انا اعتقد اليوم العالم ينظر الى حركة حضارية اخرى يجب ان تتبناها الحكومة. اليوم لا استطيع يعني أن أنت تحقق برامج تنموية وإلى الآن هناك بعض الأمراض الموجودة، منها العصبية، الطائفية، العنصرية، القبلية. هذه الأمور يجب أن تنحل، يجب أن تكون هناك نظرة خلابة عند الحكومة، إبداع حقيقي. ويجب أن هذا الشعب أيضا، سواء الشعب على مستوى الجمهور أو على مستوى ممثلين في مجلس الأمة، يجب أن تكون هناك محاكاة ونقاشات حقيقية لمصلحة البلد ولمصلحة الشعب. نتاج هذه الأفكار الخلاقة وهذه المحاكاة أعتقد بأن هي أول
سلم أول درجة في سلم التنمية. أما عندما تشاهد بأن هناك مناقشات ومشادات أخرى وتجد بأن غياب دور حقيقي لمجلس الأمة وغياب دور تنموي للحكومة، تشوف بأن الأمور ماشية على البركة. لذلك أنا أعتقد مجلس الأمة ما قاعد يقوم بدوره الحقيقي؟ مجلس الأمة قاعد يؤدي بعض الدور المطلوب فيه، ولكن أنا أشاهد بأن هناك بعض العقبات اللي تقام في اللجان. يعني أنا شلون تبيني أحقق التنمية وتتقدم اقتراحات بأن اللي يحفظ القرآن الكريم لازم تعطيه الدرجة الرابعة حتى لو كان هو مخرج المرحلة الابتدائية؟ يعني مع كل التبجيل والتوقير، نعم، مع كل التبجيل والتوقير للكتاب المقدس القرآن الكريم، يجب أن لا يزج. يعني زج النصوص الدينية وزج الأمور الدينية أنت رافض في خلال العمل الإسلامي. يعني زين، إذا نسى جزء مثلا تراجع على الدرجة الخامسة، زين، اللي هو أساسا خريج جامعي أو دكتور وحافظ القرآن الكريم أيضا تعطي الدرجة الرابعة؟ أنا أعتقد نفس هذه المقترحات اللي قاعد ننشغل فيها في اللجنة. هذا اقتراح شفته موجود بأحد اللجان. اقتراحات، أنا ما أبي أضيع وقت البرامج على ذكر بعض المقترحات. هناك أكثر من 20-30 مقترح أخذ من عندنا بالساعات من خلال يعني هذه الطريقة والأبجديات في العمل السياسي وزج الأمور الدينية فيه بطريقة فيها استخفاف بالدين. لذلك أنا لا أرفض الدين بقدر ما أريد أن أحافظ على الدين ودخوله في هذه الواجهة من خلال عمل اللجنة التشريعية. لذلك هناك الكثير من تضييع لوقت المجلس غير اللي قاعد تشوفه في الجلسة العامة حتى باللجان، من مناقشة مقترحات ما أنزل الله بها من سلطان، تضييع للوقت، هدر للجهد. غير متفائل نائب خالد الشطي؟ أنت اليوم لا تملك إلا أنك تتفائل، لأن لا تريد أيضا أن تضع صورة سلبية إضافة إلى الصورة السلبية الموجودة في المجتمع الكويتي. أنا أعتقد دورنا بأن نكون إيجابيين، وأن يعني نتفائل من أجل تحقيق مصلحة هذا الشعب الكريم. نعم، نائب خالد الشطي، الهدر الحكومي واضح في المصروفات وذلك بشهادة من ديوان المحاسبة. أنتوا شنو دوركم كمشرعين في إيقاف التوجه نحو جيب المواطن؟ هذه مسألة أعلنتها أكثر من مرة وفي أكثر من موقع، بأن صحيح أن هناك أزمة اقتصادية، وصحيح بأن هناك انخفاض في أسعار النفط، إلا أن يجب أن نتعامل مع هذه الأزمة ونتعامل مع هذا التحدي باستجابة إيجابية للتعامل مع هذا التحدي. اليوم احنا في الكويت عندنا هذا التحدي، لا أخفيكم سرا يعني، ولكن أرى بأن أي ذهاب وأي مساس إلى جيب المواطن يجب أن تكون مرفوضة من الجميع، ويجب أن تكون مرفوضة من المجلس قبل الحكومة. النائب خالد الشطي، أنت عضو في لجنة المرأة والأسرة وكذلك لجنة التحقيق باختفاء الحاويات، شنو أهم المواضيع اللي تم نقاشها في هاتين اللجنتين؟ طبعا في شأن المرأة والأسرة اجتمعنا عدة اجتماعات. الأمور ولله الحمد في هذه اللجنة هناك يعني شبه تنسيق دائم بين الزملاء النواب في هذه اللجنة. بحثنا عدة أمور تهتم في شأن الأسرة، في شأن المرأة، في شأن مسألة الزواج، أمور الطلاق، المساعدات الاجتماعية، وزارة الشؤون، البنك الائتمان، أمور تختص في أبناء الكويتيات، الأمور الإسكانية، في حقوق المرأة الكويتية. كل هذه الأمور تمت مناقشتها ولله الحمد طلعنا بتوصيات أيضا ممتازة.
من أحد الأمور هي طبعا استجابة رئيس مجلس الوزراء بشأن الإعاز إلى ديوان الخدمة المدنية بأن تكون الأولوية للتعيين بعد الكويتي هي لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة سواء من أجنبي أو من غير محدد الجنسية. نعم، بالنسبة للجنة اختفاء الحاويات، لجنة اختفاء الحاويات أيضا تم استدعاء عدة جهات حكومية نراها بأن يجب أن يؤخذ رأيها في هذه المسألة لحساسية هذا الموضوع ولخطورته على الجانب الأمني. تم التحقيق أيضا ساعات طويلة، ولذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف تكون هناك رؤية واضحة نقدمها لمجلس الأمة بناء على التكليف اللي كلفنا فيها. متى يخلص عملها أبو علي؟ يعني إن شاء الله على الأسبوع القادم. الأسبوع القادم تكون تقريبا منتهية بإذن الله. نعم، نائب خالد الشطي، ما هي المقترحات برغبة أو بقانون التي تقدمت بها؟ أذكرها على عجالة لأن بحاجة إلى تفصيل، يعني كل اقتراح بقانون قد أحتاج فيه إلى نص ساعة. نعم تفضل. ولكن أذكرها كعناوين. نعم، تقدمت باقتراحات بقوانين في جوانب مهمة ومفصلية للدولة المدنية في الكويت، منها مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء، أيضا إلغاء البند الخامس من المادة الرابعة في قانون الجنسية بشأن شرط الديانة للمتجنسين، إلغاء الحظر على المحكمة الكلية في الدائرة الإدارية بشأن دور العبادة، أيضا اقترحت إنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارات والجهات الحكومية للي فيها أكثر من 25 موظفة على أساس أن الطفل أيضا يقل عمره عن 4 سنوات، هم بحاجة إلى إنشاء هذا يعني هذه الدور من أجل حماية الأبناء ومن أجل الترابط الأسري. نعم. أيضا تقدمت بتعديلات على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأن لا تزيد مدة الحجز على 24 ساعة ومدة الحبس عن 10 أيام. نعم. تكللت الجهود بنجاح قانون الأحداث في مسألة إرجاع السن إلى 18 عام كما كان في القانون قبل السابق وهو الوضع الطبيعي، ولله الحمد مشى القانون وتم التصويت عليه في مجلس الأمة. أيضا كانت لي إضافة أخرى في شأن هذا القانون بعدم جواز فرض الغرامة على الحدث من خلال الأحكام القضائية. كانت أيضا هناك عدة اقتراحات برغبة عندي خلال فترة 3 شهور في شأن استثناء رجال الإطفاء من حكم المادة 41 في شأن نظام الخدمة المدنية، بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بعدد معين من رصيد إجازاته. أيضا أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدة مستقلة لجراحة التجميل والترميم في مستشفى العدان، لأن ما في عندنا إلا مستشفى واحد في الكويت، نحتاج إلى مستشفى آخر في منطقة في مستشفى العدان من أجل خدمة المواطنين، وحتى أيضا تتم تغطية المناطق القريبة على هذه المستشفى. أيضا اقترحت اقتراح برغبة بحيث أن تقوم وزارة الصحة بإنشاء صفحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت في شأن التأمين الصحي وتسديد الاشتراك حتى تخف الزحمة والطوابير اللي أحيانا تمتد إلى أكثر من 24 ساعة انتظار الناس في هذه الطوابير. أيضا هناك إنشاء عيادات للصحة النفسية، وهذا مقترح تقدم لي في بعد دراسة مستفيضة ومتأنية أخذت منه أكثر من شهر، وهو الأخ العزيز فيصل عبد الله ماتشكي، قدم لي دراسة في هذا الشأن، وكانت يعني فعلا هذه الدراسة تمخضت عن وجوب تقديم هذا الاقتراح برغبة عن العيادات النفسية في جميع المراكز الصحية بالكويت لدورها المهم في المجتمع الكويتي. أيضا اقترحت صرف مكافآت مالية لحماة الصلاة ولحماية
المساجد من قبل وزارة الداخلية. هناك شباب لهم دور كبير، شباب كويتي واعد، شكل لجان بعد حدوث بعض الأعمال الإرهابية بالكويت ومنها تفجير جامع مسجد الإمام الصادق. طبعا كان هناك دور كبير للشباب الكويتي بحماية هذه المساجد، إنشاء نصب تذكاري لشهداء جامع الإمام الصادق، بناء منفذ حدودي في منطقة العبدلي، وإنشاء أسواق حرة في جميع المراكز الحدودية. وسمعت بأن هذا المقترح الآن في طور التنفيذ. نعم. بإذن الله. وهناك عدة مقترحات أخرى. نعم. في شأن المرافق، في شأن الشوارع، يعني لا يسع المجال. نأخذها بلقاءات قادمة إن شاء الله. إذا عندك كلمة أخيرة نائب خالد الشطي. الكلمة الأخيرة عندي بأن يجب أن تتضافر الجهود بين مجلس الأمة وبين الحكومة من أجل خدمة الشعب. اليوم عندما يتم اختيارنا من قبل هذا الشعب الكريم لتمثيله في مجلس الأمة، يجب أن لا نتهاون في مراقبة الأداء الحكومي، وفي ذات الوقت يجب أن لا نخلق المشاكل، ويجب أن نكون متعاونين في حدود الدستور وفي حدود القانون، لأن هذا الشعب لحق علينا، ويجب عدم الانشغال للتوافه من الأمور وعدم الانشغال بالأمور التي تثير الفتنة والعصبيات في مجلس الأمة. يجب أن نهتم في شؤون بلدنا، يجب أن نهتم في بناء هذا البلد، لأن هذا البلد أعطانا الكثير. يجب أن نرد جزء يسير من هذا الجميل الذي يقدمه لنا الوطن، حتى تستمر هذه المسيرة للأجيال القادمة إن شاء الله. النائب خالد الشطي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجان لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقيكم بحلقات جديدة نستودعكم في أمان الله.